أنا هنا في هذا الملتقى لمناقشة نتائج بحث، وهو جزء من بحث يعني يتم على في مجموعة من الدول، ومناقشة الشق المغربي من هذا البحث الذي يهتم بدراسة شروط تطوير مهارات وكفاية القراءة بالنسبة للتلاميذ بشكل عام. والخلاصة التي خرج بها البحث هي خلاصة يعني إذا أردت إن شئت هي أن نحاول ما أمكن المزاوجة ولكن بشكل ذكي بين الأدوات التكنولوجية ولكن كذلك بين القدرة على تعزيز المهارات الوجدانية، المهارات الاجتماعية، المهارات النفسية، بالإضافة إلى المهارات الثقافية للتلاميذ، على اعتبار بأن عملية التعلم هي عملية فعلا نحتاج فيها لمؤسسة تتوفر على موارد، يعني خصوصا مثلا المكتبة وموارد قرائية، نحتاج كذلك لإطار يعني إداري وإطار بيداغوجي كذلك، يعني عارف وعالم ومتتبع للعلوم المرتبطة بالقراءة والقرائية، ولكن كذلك نحتاج، وهذه كذلك من نتائج البحث وهي الرغبات التي عبر عنها الأساتذة، إلى أسرة ومجتمع خصوصا مجتمع محلي منفتح كذلك على الدعم المستمر للقراءة وعملية تعلم القراءة، على اعتبار أن عملية التعلم لا تتم فقط في القسم ولكن كذلك تتم في البيت، على اعتبار أن حتى لو افترضنا بأن التلاميذ يدخلون للتعليم الأولي على السنة الرابعة والخامسة، ولكن نعرف بأن هناك مجموعة من التلاميذ استفادوا من التعليم بداية من السنة الأولى من أعمارهم. لذلك يعني أقول بأن همنا المشترك، تحدينا المشترك، هو الاشتغال على ضمان هذه الفرص بشكل متساوي ومنصف لجميع التلاميذ من خلال توفير موارد قرائية، كذلك على مستوى تكوينات الأساتذة، على مستوى كذلك مدرسة مهتمة بالقراءة بشكل عام، ثقافة القراءة، ولكن مجتمع محلي كذلك، مكتبة يعني جذابة للتلاميذ، يعني مجتمع يرغب في هذه القراءة حتى نستطيع أن نرفع تحدي القراءة بشكل جماعي. شكرا. نعم ممتاز. نعم نبذل المجهود، ونعرف بأن مثلا تعرفين في سنة 2018 كانت لدينا البطلة مريم أمجون التي فعلا كانت ليست فقط فخر المغرب ولكن كانت فخر العالم العربي بشكل عام. ولكن مريم أمجون يعني إذا درسنا حالتها فإنها هي الحالة التي نريد أن نعمم على مستوى كل تلاميذنا مثلا في المغرب. لماذا فقط مريم أمجون؟ يعني مريم أمجون زاوجت بين الإرادة، بين الرغبة، بين الحب، حب القراءة، ولكن كذلك بين وسط دعمها وساعدها كذلك على الاستمرار حتى طورت كفايتها القرائية. و يعني كل الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق العالمية يعني تؤكد على التعليم للجميع والتربية للجميع، وعندما نقول الجميع يعني الجميع، يعني أنه لا يمكن أن يترك أن يتخلف أي واحد على هذا الركب. إذن من حق أي تلميذ وتلميذة في مغربنا مثل حقوق جميع الأطفال في العالم أن نستفيد من الموارد والإمكانيات التي تمكنهم فعلا من التمكن من القراءة. احنا اليوم سعداء جدا بهذه المائده المستديره اللي غادي نديروا اليوم على التعلم ديال القراءه اللي بزاف ديال الناس كيظنوا بانها مهاره مكتسبه، ولكن هذه المهاره احنا كننميوها عن طريق التعلم المستمر. وحنا في القرن 21 وما زلنا كنشوف بان بزاف ديال التقارير من منظمات عالميه يتحدثون عن تعلم ديال القراءه. علاش؟ لان القراءه من المهارات اللي اكتسبناها، فهذه كتحدد لنا حتى المصير ديالنا المهني، وحتى نقدر نقول لكم المصير ديالنا مستقبلا. يعني انسان ناجح، الفرق دابا ما بين انسان ناجح وانسان غير ناجح هو تمكن ديال الشخص من 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 القراءه تماما. دونك ان شاء الله في هذه المائده المستديره غادي نناقشوا هذه المسائل هذه بواحد الطريقه يعني شموليه، غادي نشوفوا بزاف ديال النتائج اللي داروا في دراسات عالميه، غنهضروا شي شويه على على المغرب، وغادي نشوفوا انطلاقا من التجربه ديالنا في المسابقه العالميه ديال القراءه السريعه كيفاش يمكن لنا نستعملوا هذه المهاره هذه باش نشجعوا الوليدات على انهم يتعلموا القراءه. هذا الشيء كله في واحد الاطار
التكنولوجي بما اننا مع ابسون، فغنشوفوا ايضا كيفاش هاد التقنيات الجديده ديال التعلم غادي يساعدونا في اكتساب جميع المهارات اللي باغيين نتعلموها بالخصوص القراءه. هذه فرصه جد جميله لكي نعرض نتائج الدراسات التي قمنا بها بمسانده يعني لي زيكسبير معنا في الدومين ديال ليدوكاسيون. قمنا بدراسة تشمل 12 منطقة في المغرب، ومن خلال إطار هذه الدراسة يعني يتم عرض مجموعة من الحلول لتوثيق وشرح كيف يمكن للتكنولوجيا أو مجموعة من الحلول التكنولوجية كعكس الضوء أو كالطابعات إبسون في المساهمة بطريقة إيجابية في تسريع لتعليم القراءة.